السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف خدمة جميلة من كانفا، ألا هو في صورة أخذ الصورة دي وأبدأ أعمل بيها تكست شكله جميل، يعني يكون عندي صورة ورد مثلا، فالكلام كله هيبقى على شكل ورد. طيب هاجي هنا من كريت ديزاين وأبدأ أختار أي مقاس أنا عايزه. تمام، أي مقاس يعني مش تفرق معانا خالص. فيبدأ يفتح لنا ساحة العمل ونبدأ نختار الصورة اللي احنا عايزينها. فانا هروح هنا الابلود وابدا اختار صوره، وممكن ما تختارش صوره وتبدا تختارها لما نختار الاداه اللي احنا عايزينها. هوريك انا اقصد ايه. طيب الصوره دي تبدا بقى تظبطها على المقاس اللي انت عايزه. دلوقتي هكررها وهروح للابس، اي ابلكيشن جديد بروح للابس هنا واقول له ان انا عايز فونت فريم. هي ديت. ممكن بقى تختار، عندي حاجه اسمها تشوز افايل، ابدا اختار فايل تمام من على الكمبيوتر عندي، يعني اي صوره حتى لو مش موجوده على الكانفا ممكن اختارها من على الكمبيوتر، او اقول له يوز سيلكت ايمج فيبدا يختار بالشكل دوت. هنا بقى هبدا اكتب التكست اللي انا عايزه وخليه على سطرين لو انت حابب. تمام، وتقدر تكبر السكيل بتاعها واقول له ديفاري لي الديزاين، فهي بقت موجوده اهيت. اقدر احطها هنا مثلا زي ما انا عايز. تمام، او اقدر احطها هنا، او اقدر احذف الخلفيه لو انا حابب، او اقدر ان انا اعدل فيها يعني. خلاص بقى المهم ان انا الاسم اللي انا عايزه بقى مكتوب اهوت بنفس الصوره، فليك ان انت تعدل فيها زي ما انت عايز. ممكن مثلا تحذف الخلفية لو انت حابب، ممكن تعمل ماجيك اديت، ممكن تغير المؤثرات الموجودة، تعمل فلتر، ممكن تلغي الصورة لو انت حابب، هتبقى لك الصورة بالشكل دوت.